ضحت بحالك كرمالكم. لا ولكن انتو ما كانت اجت ببالنا هالفكرة. البيت ملك ولا ايجار؟ حقيقة ولا مقلب؟ بيت ولا شاليه؟ كل هاي الاسئلة رح تعرفوها بهذا الفيديو، بس ضروري تشاهدوا هذا الفيديو للاخر حتى تعرفوا كل شيء. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي حقيقة البيت، رح نحكي لكم قصة البيت كاملة. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما حط لايك حط لايك، مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يسلكم كل جديد. بنحبكم، يلا نبدأ الفيديو. أول شيء هذا أجار مانو ملك، وثاني شيء هذا شاليه مانو بيت. حبينا نستأجر هذا الشاليه حتى نعمل فيه كل مقلب كتير قوي، بس كان لازم نكمل بالمقلب. بس انتو كتير سألتوا فما حبينا نزعلكم. ما حب بتعرفوا نحن ما بيهون علينا زعلكم. انتو عطول بتقولوا لنا وداد اعملي مقلب ليانا، ليانا اعملي مقلب بوداد. هالمره اتفقنا انا وياها الاثنين نعمل فيكم مقلب انتو، لانكم عطول بتقولوا لنا اعملي مقلب بوداد اعملي مقلب ليانا، فقلنا ليش ما بنعمل المقلب فيكم انتو. فاستاجرنا هذا الشاليه حتى يكون في تغيير بالقناه وشي جديد بالقناه ومقالب. بس انتو ما صبرتوا. احكي تفضل. بس انتم ما صبرتوا، صرتوا يوقف ده جوجل. بس انتم ما صبرتوا، صرتوا تسالوا كثير اسئله، فنحن حبينا نطلع بهذا الفيديو ونخبركم حقيقه البيت لانه خفنا تزعلوا منا. نحن كنا مخططين يعني مقلب قوي، وكنا مجهزين فيديوهات نحن روتينات والعاب وبالمسبح كمان صورنا فيديو، كنا بدنا كلهم ننزلهم قبل هذا الفيديو. واخر شيء نخبركم انه مقلب، بس خفنا تزعلوا منا لانه صرتوا تسالوا كثير. وحبينا انه نغير بعد المليون، نغير محتوى القناه شوي، انه نطلع نتصيف حتى نحن نغير جو كمان. احنا اخذنا الشاليه وكنا رايحين نصيف فيه على الحالتين. لما وصلنا لهنيك عجبنا الشاليه كتير، فتذكرنا انه تكتبوا لنا بالتعليقات انتم وصلتوا مليون ليش ما تستاجروا بيت؟ ليش يعني تشتروا بيت ملك لكم؟ يعني في ناس تفكر انه خلص وصلنا مليون لازم نستاجر لازم نشتري بيت ملك لنا. لا، مو ضروري اذا وصلنا مليون لازم يعني ما عندنا القدره انه نشتري بيت واذا وصلنا مليون. فخطرت ببالنا فكره المقلب وحبينا نعمل المقلب هذا فيكم، وصورنا كتير فيديوهات. لو طلبتوها منا صورنا فيديو بالمسبح، مع انه نحن ما بنعرف نسبح يعني، صورنا لكم فيديو بالمسبح وصورنا روتينات. خليني اقول لك، صورنا روتينات وصورنا فيديوهات كتير حلوه رح تشوفوها بالفيديوهات. وليانا غرقت. وليانا غرقت، ايه، لانه ما بتعرف تسبح غرقت بالمسبح. ما شاء الله عليك، انت بتعرفي تسبح. يعني ضحت بحالك كرمالكم. لا ولكن انتو ما كانت اجت ببالنا هالفكره. لو التعليقات. وهلا اكتبوا لنا مين صدق المقلب ومين ما صدقوا. انا قرات تعليقاتكم من الفيديو الماضي انه نسبه اللي صدقوا اكثر من اللي ما صدقوا. هم صدقوا لانه صار المقلب بعد ما وصلنا مليون، فقالوا خلص وصلوا مليون خلص عندهم القدره انه يشتروا بيت. حتى بيت جيراننا صاروا يسالونا لما رحنا على الملاهي، بيقولوا لنا انه عن جد استاجرتوا، انه عن جد اخذتوا بيت وبدنا نجي نسبح عندكم. حتى خالته، كنت بدي اقول يلا قولي، حتى خالته بتتصل فينا، يعني هي بعيده عنا بتتصل فينا بتقلنا عن جد هي ما صدقت انه اشترينا بيت، انه استاجرنا بيت. لحتى قلنا لها لحتى صدقت، ولا كانت مصدقة من فيديوهاتنا. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا عجبتكم فكرة المقلب ولا لا. صراحة أنا قرأت كل تعليقاتكم، شكرا لكم. يعني كثير ناس فرحت لنا كثير وبلشت تبارك لنا بالبيت، حسستونا إنه البيت إلنا. يا ريتوا إلنا، بس الحمد لله على كل حال. الله كريم وبدعمكم، إن شاء الله نقدر نشتري بيت. بالنسبة للي كتبوا التعليقات، يا كذابين انتو ماكم فقراء، بعد ما وصلتوا مليون بينتوا على حقيقكم وطلعت المصاري واشتريتوا فيلا، وهي كل هذا كله من فضلنا. اول شيء الفضل لرب العالمين، بعدين الكم. وبنحب نقلكم اللي كتب هذا التعليق هذا الفيديو مقلب.
وبس حبايب قلبي، هذا هو الفيديو، حبينا نعمل فيكم مقلب. بس انا ما عجبني انه دغري قلت لكم، بس انا ما بيهون علي زعلكم لهيك يعني قلت لكم. يعني كنا بدنا نخلي المقلب شهر نصور لكم الروتينات ونصور لكم، صورنا الروتينات وصورنا تحديات كتير حلوة، وكنا انه لفترة شهر ما نخبركم ابدا ليكون اقوى مقلب باليوتيوب. كنا ما بدنا نخبركم هلا لحتى يكون مقلب كتير قوي. كل مرة بتقولوا لنا اعملي مقلب ليان، اعملي مقلب بويدات، اعملي مقلب ليان، اعملي مقلب بويدات، فحبينا هالمرة انه نغير ونعمل المقلب فيكم. انا ما كنت بدي لكم انه هذا مقلب، بس مشان ما تزعلوا منا. 2000 years. هلا حبايب قلبي معزومين على الكبة عند بيت جدي، هي عم تاكل. انا شو زعلت؟ هلا بدنا نحط الكبة، يلا. طبعا ماما هون عم تساعدهم. طبعا بس نحن عم نشتغل، بيت جدي مفتاح. انا والله اشتغلت كل الشغل. ايه بتحطي معي؟ خايفة من الكبة. هاي الكبة مقلية نص قلية مشان لأنه للبن، يعني كبة لبنية. هاي الكبة مقلية، خليني ذوق حتى لو مو مستوية غير نص قلية. أنا ما ذوق. لا ذوقي، أكلتيهم كلهم شعرك. ثلاثة بس. رح نجهز هلا الكبة اللبنية كمان. أنتوا شو بتحبوا أكثر، اللبنية ولا المقلية؟ لأن أنا كيف بحبها. أنا بحب المقلية. مثلك. أنا أعرف مني، وأنتوا شو بتحبوا؟ في لسه كمان الكب المشوية والكب ما بديش بعد، والكب بالصينية والكب دباب، هاي بتجي هيك مقلية مثل هاي كبيرة، ما بتجي هيك مثل هاي كبيرة، وكب نية كمان. أنا بحب الكب النية والله طيبة، بكون عليها بقدونس ما خاصة مع حكاجو. خلينا نبلش نجهز اللبنية. ما بتحطوا الصفر في اللبن؟ صفر في اللبن بس؟ لا ما يصفر. شبعنا على الودان. هلا استوت اول طرحة. شو رايكم المنظر في الشهي؟ والطعمة كمان طيبة كثير. سويت اول وجبة انا رح اقول، لانه اذا ما دقت انا ما حدا رح يعرف شو عم ياكل. ما دقتي هي؟ لا هي غير هي، هي مقلية، هي مش هي هي لبنية. ايه بس هي بس بنحطها باللبن بتصير لبنية، اما نفس الطعم اثنين. هي اطيب. ايه ما اكذبك لسه دقت بس العجين. اطيب كثير. اللحمه هون اطيب. ولهون يكون انتهى الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. حبينا نعمل فيكم يعني هلا ما عجبكم هذا الفيديو، هلا انصدمتوا من هذا الفيديو. يعني نحن ما لازم حدا يزعل، لانه عطوا الوداد تعمل فيني مقلب وانا عم بعمل فيها مقلب وما بنزعل. وانتو كمان بتتنمر علينا، بتحكوا علينا، كمان ما بنزعل، بتمنى منكم ما حدا يزعل منا. هو مقلب صغير. لسه ما كملنا، لو مكملينه شو بتعملوا؟ واللي ما حط لايك حط لايك، مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. بنحبكم. ونحن هلا رجعنا على بيتنا، وكل الفيديوهات طلبتوها منا صورنا لكم اياها، ورح تنزل بالفيديوهات الجاية ان شاء الله. باي.